ده ولا ايه؟ طب ومال؟ لا يعني واضح انها يعني اصل السؤال فايدته ايه؟ جواب فايدته ايه؟ هتقول ما كنتش ارضيت بعد 15 سنه، ما يعني كلام مش معقول طبعا، مش كده ولا ايه؟ طيب انا عاوز افهم حاجه بقى، نتكلم بصراحه شويه. يعني هو صعب قوي ان الواحده تلاقي يعني ان الدره بتاعتها او الزوجه بتاعتها قاعده معاها في بيت واحد كمان، مش كده ولا مش صعب؟ والله دي صعبة بقى لما يكونوا نسوان قرشانات وقاعدين مع بعض تبقى صعبة عليهم، انما احنا قعدنا مع بعضينا كل واحدة عندها 13 سنة فاحنا عيال وعشنا مع بعضينا زي الاخوات زي الاخوات. اه لكن في الاول ما كانش بيحصل حاجة؟ لا لا. طب يا نوال قوليلي، نوال نعم، في الاول ما كانش بيحصل حاجة؟ لا. امال اتلمينا ازاي سوا؟ ايوه اه، ما انا عارف انكم اتلميتوا كل واحدة لها ظروفها. آه. انت عشان كنت حامل وهي عشان كان اهلها تدخلوا في الموضوع. اه، انما يعني في بدء حياتكم الزوجيه حصل، انتوا حصل بينكم انسجام بعد كده، انما في الاول يعني، في الاول يعني كان ايام مثلا زعل وحاجه وبعدين اتفقنا وعشنا مع بعض. اتكلمي كده بصراحه يا نوال، خليكي صريحه بقى وفردي شويه. ما انا فارده اهو. يعني كان في الاول زعل. الزعل ده كان عباره عن ايه؟ ما فيش سبب. سبب طبعا المصارين في البطن بتزعل. نعم، المصارين في البطن بتزعل طبعا. واي حاجه يعني في البيت مثلا اعملي هي الشيء الفلاني، انا هي تقول اعملي الشيء الفلاني، بس ما فيش زعل عشان اي حاجه الا كده. يعني هي قالت كلام مظبوط قوي، يعني اذا كان الانسان لوحده بيتعارك مع مصارينه زي المثل ما بيقول، يبقى من باب اولى اتنين يتعاركوا مع بعض يعني. طبعا. يعني حصل الاول عركات وكده وبعدين بمرور الزمن خدتوا على بعض. طبعا. انما انتوا بتحبوا بعض حب حقيقي. من قلبك يا نوال. من قلبي والله. وانت يا جمالات، قربي شويه جمالات. يا قلبي يا يا جمالات. اتفضل. يعني انت بتحبي نوال من قلبك؟ بحبها. ما احبهاش ليه؟ 15 سنه وياه. يعني بتتعاونوا مع بعض. طيب جوزكم بيشتغل في ايه؟ جوزنا بيشتغل بن بن. مرتبه قد ايه؟ جنيه في اليوم. جنيه في اليوم؟ في قطاع عام ولا خاص؟ يعني بيشتغل في شركة ولا حر ولا ايه؟ لا، هو عامل باليومية. عامل باليومية في مؤسسة ولا حاجة؟ في مؤسسة. اشتغل مؤسسة. في مؤسسة. قولي يا نوال. بيشتغل في ايه يا نوال؟ بيشتغل طبعا، كان بيشتغل يعني عمي مع المقاولين، ولكن ليه 3 سنين بيشتغل في شركة تبع القاهرة العامة. بياخد كام في اليوم؟ بياخد جنيه برضه. يعني بياخد 30 جنيه في الشهر؟ ولا 26؟ لا، غير طبعا لما يبطل يوم عليه. يعني حوالي 26. يعني انتم مبسوطين من ناحيه الفلوس؟ كنا مبسوطين، لكن دلوقتي لا طبعا. ليه؟ عشان هو دلوقتي عي. عي. وفين هو دلوقتي؟ هو في المستشفى. بقاله قد ايه؟ بقاله 15. لا سلامة، الف سلامة. الله يسلمك. انت عندك اولاد يا نوال؟ ايوه. كام؟ عندي 2 وهي 4. 2 وهي 4. طيب و يبقوا 6 طبعا، منهم 4 في المدارس. منهم 4 في المدارس. طب امال انتوا عاملين ايه دلوقتي في مصروف البيت؟ عايشين في مصروف البيت طبعا، وايجار الشقة مكسور علينا. والاولاد طبعا المدرسين بيدرسوا لهم، عارفين فاهمين ان ابوهم في المستشفى، واول ما هيطلع طبعا هيسددهم بحقوقهم. وهو دلوقتي بيطالب الشركه بحقه، وباذن الله اول ما ينول مراده هيسدد الشركه بفلوسها كلها، المدرسين طبعا واصحابات البيت. طب هي مش الشركه بتدي له مرتبه يا ست؟ لا، هو لسه ما خدش منهم حاجه. لا، المفروض ان هو عيان بايه؟ عيان بامراض صدر. لا يعني في دلوقتي القوانين الجديده. ايوه. ما دام واحد عيان وموظف او عامل الدوله بتصرف عليه لغايه ما يخف. والله هو لسه دلوقتي
بيحاول ان هو يعني يثبت نفسه ويطول، هو معاه اثباتات واشترك طبعا في عمليات، وبيحاول ان هو ربنا ينوله مراده ويدوله طبعا المتاخر ليه عشان يعرف يكون الاسره دي اللي هتشحطط اللي هي عايشه في رقبته طبعا، 6 اولاد و2 ستات، وايجار الشقه دي الناس صبر لنا بيهم 15 دلوقتي. فاحنا بنطلب يعني من الله ربنا يوفقه في الحكايه دي ويعيش اولاده زي ما كانوا عايشين. لا يا ستي ده حقه الطبيعي فعلا. حقه ولازم ياخده فعلا، ربنا وياه. طيب قولي لي يا ست نور، نتكلم بقى شويه في حياتكم. اتفضل. بس نتكلم بصراحه يعني. والله بصراحه يعني المفروض ان بيحصل شيء من الغيره مثلا، ولا ما فيش غيره؟ لا طبعا الغيره دي عن ستنا فاطمه بنت الرسول يعني. ده لازم، حتى لازم الواحده تغير من جارتها. لابسه جلابيه حلوه تحب تجيب زيها. مش لازم ان هي تغير من اي حاجه تاني. طيب هو بيقول ان الراجل اللي بيتجوز 2 ربنا بيفرض عليه انه يكون عادل جدا. طبعا وهو عادل قوي. ازاي بقى؟ اشرح لنا بقى عادل ازاي. عادل في عيشته طبعا. ازاي يعني؟ عاوزين شرح. شرح زي ايه يعني؟ بالتفصيل عادل ازاي يعني؟ عادل ان هو بيصرف طبعا على الاثنين زي بعض كويس. بيكس الاثنين زي بعض. بيعامل الاولاد معامله كويسه مع بعضيها. طبعا زي ما بيخش هنا بيخش هنا وكفايه طبعا، مش عايزين منه اكتر من كده. يعني الوقت اللي بيقضيه معاكي قد الوقت اللي بيقضيه مع جمالات بالظبط؟ يعني مثلا هو بيجي من شغله يغير هدومه وينزل على القهوه طبعا، ولما يجي يخش ينام ويصبح يروح شغله. مين اللي بيخدمه فيكم؟ اللي بيخش عندها طبعا بتقوم بلوازم. يعني تبقى مكلفه بالخدمه لما يخش عندها يعني؟ انت قاعده في اوضه وهي في اوضه. اذا دخل عندك تبقى انت مكلفه بخدمته. طبعا بدام فاضيه واذا كانت مريضه او فيها حاجه التانيه تقوم بخدمه الكل. يا جمالات افندم. طيب برضو بشيء من الصراحه، في الوقت اللي انت بتحس ان جوزك مع زوجتك التانيه بيبقى شعورك ايه؟ هو انا يا سطاها ليا 15 سنه وياها ومش عارفه ازاي شعوري وياها، ازاي شعورها وياها ولا هي شعورها ويايا؟ ما احنا عاشرين بعض لينا 15 سنه. ما انا معلش، ما هو 15 سنه دول مش فيهم مشاعر يعني؟ يعني ال 15 سنه دول وانت مجرده من المشاعر ولا في مشاعر؟ لا ما فيش حاجه ابدا. ما فيش حاجه ابدا ازاي؟ ما فيش حاجه ابدا. هو زي ما بيخش هنا بيخش هنا، وزي ما بيقعد في وسط عياله هنا بيقعدوا العيال كلها مع بعضيها، واحنا الاثنين مع بعضينا، واحنا ما بندقش مع بعضينا على حاجه ابدا. طيب يعني ما فيش تكليف يعني؟ لا. طيب كويس، ماشيين كده بالذوق مع بعض زي الاخوات يعني. ما حصلش بينكم وبين بعض ازمه ابدا؟ لا. طيب قولي لي، لما بيجيب لكم هديه يا نوال بيجيب الاثنين زي بعض؟ انا شايف حلقانكم برضو زي بعض. هو بقى راجل واعي يعني. يعني ربنا يشفيه، هو واخد باله قوي من الحاجات الرفيعه طبعا. يعني حتى الحلق شكله زي الحلق اللي انت لابساه طبعا، المنديل زيه زيها. كل حاجه. يعني لما بتروحوا تشيلوا مثلا كسوه ولا ملابس بياخدكم مع بعض تنقوا الحاجه طبعا؟ اللي هو بيدينا الفلوس واحنا بنروح نقطع اللي احنا عايزينه. طب ولادكم ما بيتعاركوش مع بعض؟ لا يتعاركوا ازاي؟ في اخوات بتتعارك مع بعضها ساعات. لا. لكن هم لا. لكن حبه لاولاده زي بعض بالظبط طبعا يعني. اولاد، امال ايه؟ الاولاد دول زي الاولاد دول. يعني المهم ان كنتوا يعني العواطف الانسانيه الطبيعيه ايدتوها وروضتوها. ايوه. ومشيتوها زي ما انتوا عايزين، وال 15 سنه لعبت دورها في العمليه مش كده؟ صح. وانتوا زي الاخوات بقى يعني بمضي الزمن. أيوه. بالعاده يعني. طب انت ايه رايك عموما في تعدد الزوجات؟ يعني احسن نخلي تعدد الزوجات ولا لازم يبقى المساله دي مقيده؟ يعني هل الرجل على كيفه؟ افرض انه اتجوز واحده ثالثه بكره، هو مش من حقه انه يتجوز؟ من حقه انه يتجوز. بس مش. طب تعملوا ايه لو اتجوز واحده ثالثه بكره؟ لا طبعا ما اتجوزت من غير سبب، ما دام هو يكون معاه واحده ست يتجوز ليه تاني؟ طب ما هو اتجوز من غير سبب اهو. لا اتجوز بسبب. ازاي من غير سبب ازاي؟ هو ابدام الواحده ما هياش قاعده في البيت ولا هياش طايعه جزعة، فمن حقه هو ان هو يتجوز. ما هو ما كانش طلقك يا نوال. معلش
الرجالة بيسقفوا عاوزين يحتفظوا بحقوقهم يعني. أصورة بيت الرجالة حقوق. لا أنا عاوز أقول إيه، أنت كانت علاقتك بيه أصابها يعني لون من الضعف وغضبتي وطلعت من عنده، لكن لا هو طلقك ولا أنت حصل انفصال كامل. ما أنا ما قعدت الشهر ورجعت أو شهرين ورجعت أو ثلاثة ورجعت. طب افرض إنه كنتوا الاثنين غضبتوا دلوقتي، يروح يتجوز واحدة ثالثة وترجعوا من الغضبة تلاقوا واحدة ثالثة؟ لا طبعا ما يتجوز. ليه بقى؟ لو احنا غضبنا ياخد عياله وعياله يعيشوه ويريسوه أحسن مننا ولا يتجوزت تاني. بقى اشمعنى انتوا بقى بتقصروا حق الجواز عليكم انتوا الاثنين؟ ما هو المسألة في أربعة. يعني اشمعنى انتوا عاوزين يبقى على قدكم انتوا الاثنين؟ في أربعة للرجل اللي هو عاوز ما كل همه ان هو يتجوز وبس، كل همه يدور على الستات وبس. لكن ده بيدور على مشاكله وعلى طبعا عياله وربيهم ازاي. يعني انت مش رأيك كل همه يتجوز واحده وخلف منها عيل ويقول لها يلا، ويتجوز تاني وخلف منها عيل ويقول لها يلا؟ لا طبعا. او حتى ما قالهاش يلا، حتى اللي قعدت يعني اهي قاعده ويروح يتجوز وهم بقى يتصرفوا على عيشتهم زي ما هم عاوزين. يعني مش المساله انه الراجل اللي بيجري وراء المتعه يعني، لا ده يبقى جوازه غلط. انما اذا كان في ضرورات في حياته. معلش. طب ضرورات زي ايه؟ ضرورات زي ان هو مثلا متجوز ومريح الست بتاعته وطبعا جايب لها كل طلباتها وهي مش عايزه تقعد، فمن حقه ان هو يتجوز. لا ما هي مش عاوزه تقعد دي خلاص. يعني مش عاوزه تقعد يطلقها. ما انا بقول اهو. طيب اهو دون السبب. يطلقها ويتجوز واحده تانية ويتجوز يعني. غير لا، انما امتى بقى يتجوز اتنين على بعض في حاله الضروره زي ايه؟ حالة ضرورة ان الست تكون مثلا قعدت لها 3-4 سنين ما بتخلفش، وهو عاوز يجرب بقى حظ مع واحدة تانية يشوف روحه هيخلف او لا. يعني 3-4 سنين بس؟ جايز في ناس بيخلفوا بعد 3-4-5-6 سنين. معلش، في راجل ما بيبقى صبور، بيبقى قلق على رزقه ما بيصبرش. ويمكن فيما بعد دي تخلف ودي تخلف. انما انا شايف يا نوال انك انت بتدافع عن جوزك بحرارة قوي، مع انك انت الاولانية يعني. طب ما لازم عشان هو ما عملش حاجه غلط. طب وانت يا جمالات؟ جمالات افندم. انا مش فاهم يعني، انت يا جمالات الزوجه الثانيه، وانت زعلانه ليه؟ انا مش زعلان. طيب برضه هتقولي لي اللي يشوفك يزعل مش كده؟ طيب بقول لك ايه يا جمالات، انت ليكي بنات؟ سنها كام سنه؟ اكبر واحده 13 سنة. طيب ايه رأيك لو تقدم لجواز بنتك واحد متجوز؟ يعني ترضي تخلي بنتك تتجوز؟ والله هي ونصيبها بقى، وطبع رأي ابوها، يجوزها متجوز اثنين، يجوزها متجوز ثلاثة اربعة، هو حر. وانت ملكيش رأي خالص؟ لا انا ماليش دعوة. طب افرض انه خد رأيك يعني. لا ما بياخدش رأي في اي حاجة، مفيش رأي ابدا في حاجة. طيب وانت يا نوال؟ طيب يعني انتوا سعداء يعني؟ طبعا سعداء. سر سعادتكم ايه؟ سر سعادتنا عقلنا طبعا. عقلكم. احنا متشكرين قوي. طب اسمعي يا نوال. اتفضل. هو الواحد بيكون سعيد من عقله ولا من قلبه؟ هو بيكون سعيد من قلبه، بس طبعا عقله هو اللي بيمشيه، القلب ما بيمشيش حاجه. وبدام عقله ماشي كويس يبقى لازم يكون سعيد من كل قلب. تاني. طب في امثله شعبيه بتتكلم عن الدره، ما تحبش يعني تقول لك ان الدره ايه؟ بيقول الدره مره لو كانت جره. الدره مره ولو كانت دره. مش ولو كانت يبقى جميله ازاي؟ يعني الدره حاجه جميله قوي. زي اللولي والياقوت والحاجات والمرجان. فبيقول لك الدره مره، ده اذا كانت حلوه بقى، حتى لو كانت حلوه زي القمر. برضو اهي مره. حتى لو كانت عظيمه، لو كانت هايله، لو كانت كذا يعني. هو المثل الدره ده تبع مرة. الامثال طبعا. ما فيش حد بيعيش تبع الامثال. هو في حد بيدور على الامثال؟ لا، الامثال دي من حياتنا. امال ايه؟ طيب وامال بيقول لك ايرات ملك ولا فدان شرك، مش كده؟ مش ده برضو من الامثال؟ علشان فيه بيبقى شريك مخالف ومش مريح شريكه طبعا. فهم مش عايزين يبقوا جايبين المثل ده على الشريك المخالف مش على الشريك الصح.
انت بتدافع بحماسه مقطعه النظير عن الحكايه. طبعا لازم ادافع. لازم تدافع ليه؟ لازم ادافع. امال يعني عايز انت عاوز تلبخني؟ ما انت لازم على رايك لازم ادافع والا تلاقي المدافع. لا ما فيش مدافع ولا فيش حاجه. طبعا دي حريه ولا طيب. فيش حد بيأيد حد. طب الراجل جوز الاثنين الناس بيقولوا عليه ايه؟ يقولوا عليه ايه؟ بيقولوا يعني يقول لك جوز الضراير. بيقولوا جوز الاثنين يا قادر يا فاجر. طبعا يا قادر يا واحد بيقول ايه؟ يا قادر يا فاجر يا جوز الضراير. المثل بيقول يا قادر يا فاجر، يعني يا قادر ان هو ينفق من جيبه ويعيش الاثنين، يا فاجر ان هو يعيش بالترويخ ما بين الاثنين. ثاني يعني انت عاوزه تقولي ان المثل بتقول ان جوز الاثنين يا اما قادر يا اما فاجر. فاذا كان قادر يبقى كويس، انما اذا كان فاجر يبقى هو ده اللي وحش، مش كده؟ اذا كان فاجر طبعا يعيش مع ديب ضمير ويعيش مع ديب ضمير. عشان كده بقى يبقوا هم ما يرتاحوش. بيقولوا الضر ضر الراجل مش ضر الست. طب قولي لي انتوا عندكم راديو يا طبعا عندكم راديو. انت بتحب ايه من الاغاني؟ احب ايه؟ احب ايه؟ احب ام كلثوم. في اغنيه ايه؟ احب ام كلثوم في اغنيه في الأغنية طبعا بتاعتها أنت الحب الأخرانية دي. وبالمناسبة دي بقى بالنيابة عنها وعني نهدي له احنا الاثنين الأغنية بتاعت فريد لطرش حبيبي سلامتك، وهو رأيت المستشفى طبعا. طيب والله يعني نرجو فعلا ان هو يكون سمعنا. احنا بنحبها والله الأغنية دي عشان هو بس يعني. طيب يا جمالات انا هسألك سؤال واشوف تعرف تجاوبي عليه ولا لا. اعرف. هقول لك يعني حدوته صغيره. اتفضل. وبعدين انت تكملي لي بكلام على وزن الضر. يا خراب. زي مثلا ايه؟ ضره، مره، حره، اي حاجه بس تمشي مع المعنى يعني. ها؟ بنقول جوز الاثنين دخل البيت شايل على راسه قماش كتير ملفوف في ايه؟ ملفوف في ايه يا جمالات؟ في السر. طيب ادى القماش لزوجته وقال لها دي ليكي انت والضره. قالت له لا هي ما تاخدش. قال لها ليه كده؟ عشان انا ايه؟ انا حر. انا بتعب اكتر منها كل يوم، بجيب الميه على راسي شايلها في ايه؟ في الصفيحة في القلة الضيقة. احنا عاوزين على وزن ضر. هاتيها على وزن كلمته يعني. ما انا مش بعرف بقى. بتقول لجوزها وهي كل يوم تسيب البيت وتخرج، هو احنا الاتنين في قلبك زي بعض، طب مين فينا جوه ومين فينا بره؟ طب مين فيكو بقى، مين فيكو في قلبه جوه ومين فيكو في قلبه بره؟ والله احنا الاتنين في قلبه جوه، احنا عارفين. طيب تفتكر في قلب يقدر يشيل اتنين؟ ده قلب مين ده؟ قلبنا احنا الاثنين. لا طيب. طب تعالي يا نوال. هي موكلاكي في الكلام؟ هنسمعك انت كمان قصة بس بالمزيكا، يعني الكلام اللي ناقص هنكمله بالمزيكا. الزوج سمع زوجته بتغني وتقول بيت العز يا بيتنا. الزوج سمع زوجته بتغني وتقول بيت العز يا بيتنا، فضحك وقال لها دلوقتي بيت العز، امال لو في معاكي ضره يبقى ايه؟ فزعلت وقالت له يا خاين كده برضو تجيب لي ضره؟ اقول لك ايه؟ يا ظالمني، ما هم قالوها قبلية طبعا. يا ظالمني هو انا هستنطهم هم ولا هستنطك انت؟ طيب ما تقولوش يا اخواننا اذا سمحت.
اقول لك ايه يا ظالمني؟ قال لي ما تزعليش بشكل ده، انا بهزر معاكي. انت صدقتي انا ما اقدرش احب حد معاكي، مش ممكن. ما اقدرش احب اتنين. علشان ايه؟ عشان ماليش قلبين. طب هو جوزك له كام قلب؟ ليه قلب واحد. وبيحب كام؟ بيحب اتنين. يعني اذن الـ الـ الاغنية غلط يعني. انا عايز اقول لك حاجة. اي. انا عايز اقول لك ان انا جوزي مش من الرجالة طبعا اللي هم يتقال عليهم الامثلة دي. عاوز اقول لك ان هو عايش بضمير واحد، ولازم يعيش الاثنين علشان هو معاه عيال من دي ومعاه عيال من دي. فما يقدرش ابدا ان هو يعيش مع واحده ويسيب واحده تتشرط بالاطفال اللي معاه. برافو. طيب. يعني الامثال والاغاني بعيده عن حياتكم يعني. ملهاش علاقه يعني. عاوزين نطلع بقى بالنتيجه من الكلام ده كله. نوال قالت لنا يعني شويه حاجات معقوله قوي. قالت حيث توجد ضروره. ايوه. يعني ضروره قهريه، وحيث يكون الراجل قادر الاثنين مع بعض ممكن يقدر نسمح له ان هو يتجوز اكتر من واحده. طبعا. انما من غير ضروره يبقى ده لعب، ويجب ان المجتمع يقف ضده. طبعا. لانه حرام وظلم. علشان ده تشريد اطفال. ايوه. وان هو يخلف من كل واحد حاجه. ويسيبهم. وطبعا في نهاية أو الحديث حتى يقعد معاهم يعني. أي. في نهاية كلامنا ربنا يشفيه إن شاء الله، وعلى عيد العمال الجاي باللي عمله الرئيس جمال عبد الناصر يكون هو من ضمن العمال، من ضمن العمال طبعا اللي يكونوا بيحتفلوا بعيد العمال، لأن العيد دون كان هو مريض ما كانش من ضمن العمال. وأنا برجو من الله إن هو يجي علينا السنة الجاية يكون هو من جملة العمال اللي بيحتفلوا بهذا العيد. ونشكر كل واحد يقول كلمة حلوة في صفينه. طيب احنا متشكرين قوي يا نوال، ومتشكرين يا جمالات، وربنا يوفقك. متشكرين قوي.